الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبدا باذن الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد بدراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيره النبي صلى الله عليه وسلم، منظومه ارجوزه ابيات 100 bait i serat e Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vi ska börja studera profetens biografi, och vi ska ta det kortfattat och sammanfatta det, och det blir liksom 100 stycken som någon, alltså poeter, liknande poeter, ska vi ta det liksom steg för steg. لكن لو قال قائل لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نقول فرقة بارفر ستوبي ستودرا بروفيت صلى الله عليه وسلم بيوغرافي. نقول هذا سبحان الله. إذا كنت لا تعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون مسلم أصلا؟ لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. لابد أن تعرف عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور مهمة، لابد. نعم. Hur kan du vara muslim då om du inte känner till din egen profet? För att man ska kunna följa profeten sallallahu alaihi wasallam, så måste du, så ska du lära känna honom och veta hur han är och hur han var. Minha ism al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Men ba'd an tas'al man nabi hadhihi al-umma yaqul la adri. Na'am. Och till att börja med namnet. Vissa frågar vem är den här nationens profet, så säger jag vet inte. Och han huwa nabi aw rasul. نقول هو نبي ورسول عليه الصلاه والسلام. نعم. Är han profet eller sändebud? Han är både profet och sändebud. الى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان نعلم الى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Till vem blev han sänd? Allah sändes ut honom. Till vem? Måste man veta det också. بعث الى الثقلين الجن والانس. Han har skickat till båda jinn och ins. وكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، كائن من كان، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير هذا. نعم. Vem den är som får reda på islam och vägrar att bli muslim, om det är liksom vem som helst, vilka religioner som helst, så är han kafir. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ماذا يدعو حتى نعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إليها. نعم. وبعد هذا صلى الله عليه وسلم قال تيل بكت بي بوست شلا بيتا بعد صلى الله عليه وسلم قال تيل يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. قال التوحيد وبوارنر فشل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين أو بقي شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدى الأمانة، نصح الأمة، بلغ، جاهد في الله حق جهاده؟ نعم أم لا؟ تسأل والله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم meddelat och fått fram det budskap som Allah har skickat honom för? Detta kommer du att frågas i graven och i domedagen. وكان السلف الصالح يلقنون الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا تكلمت أنا رأونا دم لارد بيتبونا أم بروفيت صلى الله عليه وسلم بيغرافي. يعني من الصغر يعلم الولد أن نبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وبعث الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. سنتكلمين De lärde barnen att profeten sa Salems biografi och historia och vad han gjorde och till vem han skickades. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر. نعم. Och profeten sa Salem är en tjänare. Han ska inte dyrkas, utan han ska följas, och han är liksom en människa fast han är en sändebud. ليس له شيء من خصائص الربوبية، لا يمكن أن نصرف النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العبادة. نعم. Ingen dyrka ska vara till profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ Har profeten صلى الله عليه وسلم gått bort? نعم. Ja. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر. نعم. Alla regler som råder för människor och som har sagt för profeten صلى الله عليه وسلم, han är människa, han är död som alla andra människor. إذن نريد أن نتدارس في هذا اليوم
سيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا vill vi studera profeten Salsarens biografi. اولا يا اخوانا ما حكم محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دوما till profeten Salsarens kärlek. نعم، من يجيب على هذا السؤال؟ ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق والله، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوى لمحبة الله، لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، ولكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوى لمحبة الله. نعم. Du måste älska profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och prioritera profetens kärlek mer än alla andra människor som finns. Allah kommer nummer ett och sen kommer profeten sallallahu alaihi wasallam som du ska älska. لكن لو قال قائل كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نعم. Någon kan säga hur kan jag älska profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han har gått bort. نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام تكون بتعلم السنة. نعم. أتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينام تدرس عنه السنة. ثم تعمل بها. تراتيسيرة. لا بد تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من تمام المحبة الاتباع. نعم. أنتك أفشار لك عرض ما فيلي هذا ما نلقى. ولا يمكن أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. Man kan inte liksom ha utnyttnad mot profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tad'u ila sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'allimha an-nas. Att studera profeten sallallahu alaihi wasallam och lära ut andra människor. Tadhub an sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam tudafi an sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Att du försvarar profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Fa ila sana'at hadha yabqa laka dhikr fi hadhihi ad-dunya. Dhikr bil khair بالجميل بالمغفرة بالرحمة. نعم. Om du gör detta så kommer du liksom nämnas och få ett gott rykte efter du har gått bort med att folk kommer ihåg dig, folk pratar om dig, så du får ett gott rykte. قال الله سبحانه وتعالى في من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر المقطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له دلت هذه الآية أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر. نعم. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten, de som hatar dig, de som är din fiende, är det de som inte kommer ha någon dikr i dunia, det vill säga de blir avskurna, avklippta, så att ingen kommer att prata om dem, de kommer glömmas bort helt och hållet. Nej. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam قدر الله سبحانه وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور ومصائب وابتلاءات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. وماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضي بقضاء الله وقدره، متفائل عليه الصلاة والسلام. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم utsattes för väldigt svåra prövningar från Allah subhanahu wa ta'ala, väldigt svåra tider, kriser, omständigheter, men han liksom bekämpade och mötte de här, allt detta med glädje och han var nöjd med Allahs öde. نريد أن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعندما بعث عليه الصلاة والسلام وبعد موته عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن السيرة بأقسام ثلاثة. نعم. Vi vill prata om profeten Salas biografi innan han blev profet och efteråt och efter han gick bort. Så det är tre stadier. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمور الله سبحانه وتعالى قدر وقوع قصة الفيل. هذه الأمور حتى أجعل الله سبحانه وتعالى الناس يتجهون إلى مكة ويعظمون البيت وكذلك أهل البيت وهم قريش. نعم. إن profeten صلى الله عليه وسلم föddes så gjorde Allah سبحانه وتعالى den här händelsen där elefanten som försökte riva sönder Allahs hus och Allah سبحانه وتعالى
tog koll på dem, och detta gjorde att Mecca fick en väldigt hög status och alla vände sig till Mecca. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم föddes i det året den här attacken skedde. في يوم الاثنين. Måndag. في شهر ربيع الأول. Månad Rabi al-Awwal. لكن اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تحديد اليوم بالضبط، هل هو الثامن أو العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول، على اختلاف يعني عند العلماء رحمه الله تعالى، وهذا لا يغير عندنا شيء، لأنه لو كان هذا الأمر أمر بالمهم ويترتب عليه شيء وفضل تحديد اليوم تاريخ اليوم بالضبط لذكر لنا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. De lärde är oeniga om det är den 8:e, den 10:e, den 12:e där profeten sa han föddes. Men det är inte någon viktig information. Det viktiga är att han är född. Och hade det här varit någonting annat läget så skulle de berätta, profeten sa han skulle informera om det. لكن المهم عندنا مثلا أن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين ونصوم هذا اليوم. شكرا لله سبحانه وتعالى لأن هذا اليوم يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن فيه وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب صيام يوم الاثنين. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتت بسبب من داغن och i den här månaden Rabi al-Awwal och sen Allah subhanahu wa ta'ala skickade en uppenbarelse även på måndagen och därför är det liksom rekommenderat att man ska fasta på måndagen som tack för att visa sin tacksamhet över att Allah subhanahu wa ta'ala har skickat den här sändebuden och det var det som profeten sa sen också uppmanade till. Nej, walid alayhi salatu wa salam yatima bila abu ma ta'abu قبل أن يبلغ عليه الصلاة قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. نعم. وفد الصلاة والسلام فدس وكان فد الصغار فادر بس فبابا دو كمدا أن راى تفسد الإمام الصالح. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد قدر على العبد أمور لابد أن يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. نبي الأمة يولد بلا أب. نعم. وعندنا الله سبحانه وتعالى هو بستيمت الأودة مثل ترون ده سوسكو ده بيتا الله ويل بارا ده يوال كل أقوات ده هانا الله سند البيت البروفيت وحان فيتس وطانا تها الفادر ثم كان في كفالة جد عبد المطلب. نعم. هان صفار أفار فار توقي هان ده هانا أول عبد المطلب ماتت الأم هان اسمان مدو ثم مات الجد ثم كان في كفالة عمي أبي طالب. سبعة فانس فاربس أنتم كانوا. ومات أبو طالب. أحسن أبو طالب بقصو. تزوج خديجة رضي الله عنها وماتت خديجة رضي الله عنها. أنا اختصم خديجة وخديجة بقصو يفترون. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا كلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر إذا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها. الله بروفيت صلى الله عليه وسلم دو مدن بروفيت هو يليفت فلوت فاطمة صن دو سكس موناندر إفتر بروفيت صلى الله عليه وسلم أوذي سكوادا دس بهندس إلا كذبوا دم بيوغ هنا تكلموا عليه رضي إلا هنا قالوا عنه ساحر وكاهن وكاذب رموا النبي صلى الله عليه وسلم وعدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. نعم. دم كاستد سموس كاستد هونم وسلينج هونم سموس يا سواك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم دم قيله دولا هونم سحاروه دم يدم مقيم وطنم شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسر تباعيته بعض أسنان. نعم. استودع توك النورة تندر أنستود النورة تندر إذا كليت. نبي الأمة يهاجر عليه الصلاة والسلام ويدخل في الغار. إحنا من هم مقدرة يسوع يمد عن سي يقطع. في أحد راجع ثلث الجيش. نعم. في غزوة أحد. راجع من الجيش يعني رجع وترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم
I Uhud-kriget så en tredjedel av armén lämnade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بنوا عمومة أعمام النبي صلى من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عليه الصلاة والسلام منهم نعم ده فانس يو سلكتينغ كوسينا när den närmaste liksom släkten som krigade mot profeten صلى الله عليه وسلم och bekämpade profeten صلى الله عليه وسلم يعني قتل من الكفار ثم ظهر أهل النفاق وأخذوا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في الباطل لا في الظاهر نعم och det fanns ju även folk som bekämpade profeten صلى الله عليه وسلم i smyg liksom och försökte liksom de hycklade تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها de pratade illa om profeten صلى الله عليه وسلم hustru Aisha och anklagade henne för äktenskapsbrott والغرض من هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نعم Och allt detta är för att de ska liksom skada profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och kam min umur hadathat wa huwa alaihi salatu wassalam yuthabbitu Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi risala wa addaha alaihi salatu wassalam ala akmal wajh wa taraka al umma ala bayda naqiyya laylaha ka nahariha lam yasq la zigha anha illa halith. Na'am. Trots alla dessa prövningar, alla dessa kriser, omständigheter, så fortsatte profeten sallallahu alaihi wasallam med Allahs budskap utan att någonting distraherade honom, utan att någonting stoppade honom. Han fortsatte och gjorde det han skulle. Fa ay shay yahduth lak al-an aw yahduth lak fi tariq ad-da'wa ma la tasna' tanzur fi sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lam yalhaqni shay مما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نا دو يوصل دعوة سو سكال دو ام نوتين هند لي نوت نون موت كون سو سكال دو ديريكت كوم اي هوك بروفيت صلى الله عليه وسلم اوك انت انت نوتين نون بروميلا هار هند لي واسو هند لي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. وضعوا له السم في الطعام عليه الصلاة والسلام. دوم فيلا فيفتي هون دوم سات فيفتي هانز مور. لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من أردى خبز كان في ذاك الزمن لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يعني لا يوجد شيء يطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام هان قد سيح أدري مات عبد السمسة بريد سنفاس بلان تيرا إبنان ديك تري مونة در در إنت إل تندس فرد دوغا مات إي رحمة صلى الله عليه وسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر لم يبقى له شيء في مكة عليه الصلاة والسلام أخذ كل شيء كان له في مكة نعم när profeten صلى الله عليه وسلم migrerade till Mekka så konfiskerade kuffar allt som profeten صلى الله عليه وسلم ägde i Mekka عندما أتى إلى المدينة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة ماذا؟ هل بنى بيتا له؟ لا أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد. نعم. وبتفشت أنا يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم تبعينا وانت أنت سكول بيجت هو سيقول أن أن بيجت المسجد وهذا فشت أنا يقول لك. وبنى بجوار المسجد النبوي حجرة غرفة واحدة هذه الغرفة مترين في ثلاثة أمتار حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله عنها هذه الحجرة غرفة واحدة غرفة لخديجة وغرفة لسودة وغرفة لعائشة رضي الله عنهما ها الغرفة الواحدة مترين في ثلاثة أمتار تقريبا نعم och det som byggdes jämte bredvid moskén var professor som byggde ett rum 2,2 långt kvadratmeter بعد هذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي هل تغيرت هذه الحجرة التي مترين في ثلاثة أمتار بعد أن جاءت الفتوحات والأموال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله نعم وكبيجد اترون تسيف وبيجد اترون تسيد عائشة من افترت ايضا ديك رفع اسلام فرصة صلى الله عليه وسلم بيجد ان افتير الاتتير هست تسيف لم يتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد الدنيا عليه الصلاة والسلام إذا لابد أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا
الهم والمقصد والغاية هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. Det var inte livet som var syftet med profeten. Så han ville inte liksom, det var det enda som han tänkte på, utan att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd, och vilket vi också som muslimer måste ju tänka likadant. Jahad alayhi salatu wassalam bi nafsi. Ashja' al-khalq alayhi salatu wassalam. När han gjorde jihad, han var främsta bland muslimerna och kämpade lika hårt som de andra muslimerna. عندما العدو فاج النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فر أكثر الجيش، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قل. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقولين ده لكم فقد استان ده وقت فو أنطال فلس لاجر سام تيجي ده مش إن هيل أمي دم أندرا ريمد فرم سلاك أخذ يقول عليه الصلاة والسلام، هذا من شجاعة عليه الصلاة والسلام، أخذ يقول بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. نعم. مثلا كان يقول وستريدا سو سكريكا من ألحان فرست، أن سو يو آر بروفيت إن لين وك يو آر سونت عبد المطلب. قام النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال كثيرة أكمل عبادة وتقوى هي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أعبد الخلق هو عليه الصلاة والسلام. نعم. Den mest gudsfruktiga och den mest som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten själv säger det, att han är mest gudsfruktiga och mest dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. لم يترك عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة منذ أن فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. لم يترك صلاة واحدة منذ أن فرضت عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها ولا صلاة واحدة إلا مرة واحدة قدر الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام ووضع من يوقظه من الصلاة وكانوا في الجهاد ويسيروا في آخر الليل، قدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة إذا نامت عن الصلاة ماذا تصنع. مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام في جهاد وساروا لآخر الليل ووضع النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم صلاة الفجر وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينام. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم missade inte en enda bön sen Allah subhanahu wa ta'ala gjorde bönen obligatorisk. Förutom ett undantag, och det var en gång de gjorde jihad, och profeten صلى الله عليه وسلم hade anlitat en föreslagare som skulle väcka dem när det skulle bli dags för bönen. Men den här sahabi somnade och inte väckte armén och profeten صلى الله عليه وسلم, och profeten bad efter solgången. Det var den enda gången, men avsikten med detta var att profeten sa sig lära ut muslimerna hur de skulle bära åt sig när de skulle missa bönen eller inte få vakna när det är dags för bönen. غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنب وما تأخر ولم يترك العبادة عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام ويقول أفلا أكون عبدا شكور عليه الصلاة والسلام. نعم. الله سبحانه وتعالى في الدعاء هذا في الوقت على سين درسهم رفض الصلاة والسلام فايوت وعلى سين درسهم رفض الصلاة والسلام من تروح دلتا سو دير كده دير كده رفض الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وبعد بنتنا سو لون تيد سو تها أنا فتة بلد ستريكا أبو فيك ستريكور إي فتنا فتها ستو سو مكي وبعد الله سبحانه وتعالى. الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دوم يعنينا دوم حنينا سام وقنا صلاة نقول في الله سبحانه. الآن شؤون الدولة. نعم. أتدا إن ستات. إمامة الناس في الصلاة وخطبة الجمعة. أتهم إمام مسكين وبلد في الدعوة. تلقي الوحي. توجي موت الفمارسة. تبليغ الرسالة. الفتوى الجهاد وأمر الجهاد يقوم بشؤون نفسه وبشؤون أهله وبيته عليه الصلاة والسلام. تُلْحَنُ مُسِيْفَ الْوَسِيْنَ فَمِنِ صَلَى سَلَمْ. كل الأعمال قام بها عليه الصلاة والسلام أتم قيام ووضع الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم البركة في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم. الله سبحانه وتعالى يودد أت رفع صلى الله عليه وسلم في كبير سيجنسة إسين تيد سؤال هنهان من أل دتا
أمهات المؤمنين رضي الله عليهن. نعم. Voilà, maître de l'Église, professeur Mesloua. نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في داخل بيته عليه الصلاة والسلام. Voilà, maître de l'Église, rettat om a sunna som har ikrom i profeten صلى الله عليه وسلم. لم يكتب شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه. نعم. Han har inte dolt någonting som Allah سبحانه وتعالى har bett om att skulle ta det till oss som budskap. فلا بد إخوانا أن نعتني بهذه السنة، نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونلقنها الأولاد. نعم. Vi måste ta hand om sunnah. Vi måste studera det och lära ut det till våra barn. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد دار. وكان من عادة أهل مكة أنهم يجعلون الأولاد يرضعوا لكن خارج مكة. نعم. وكان من عادة أهل مكة أنهم يرضعوا لكن خارج مكة. نعم. لماذا؟ رافر. لأن مكة يأتيها الناس من الخارج للعمرة وللحج، وقد يكون فيها شيء من الأمراض أو الأوبئة. نعم. مكة بكم مونا تي مكة سوم سوم يودي عمرة وليكنالي وك دون كند بارا بو سميت سانا خيكما سدا في رغم طوال بونن وادا نون سبار سكويت في بونن. وحتى يعني يقوى ويشتد عندما يكون في خارج مكة. نعم. وكنما نروح تنفي مكة سوم لما نستاكر وما نون بيك خيكما. وهذا فيه فضل نساء قريش، لأن كانت المرأة في قريش تجعل من يرضع لها الولد حتى تتفرغ لخدمة الزوج. نعم. ودنت الرؤوس إن تضيفون صم فينا من قريش ندم في الدبان سو دم جاب لها بونا تي لنا صم سكلي أما فينا سكلي تهانم سين ما تهانم بصلاة. وحتى يتعلم الولد اللغة العربية الفصحى. نعم. قد يقول البعض كيف يتعلم اللغة العربية الفصحى وهو الآن صغير؟ ينشأ ويسمع منذ الصغر الكلام العربي الفصيح، يسمع القرآن، يسمع السنة، يسمع هذا الكلام فينشأ عليه، وينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. Och barnen sen de är små, de hör detta, de hör liksom ett fint språk. Så därför barn, så när man lär ut barnen kommer de ta emot också information och de växer med den information som de får. Och här är خلل عند البعض في التربية. Och detta är brister hos vissa familjer när de gör inte så här mot sina barn. الأم في بعض الأماكن عندما يبكي الولد كيف تسكت الولد؟ إذا أنا أتفهم بروحه أقول فوق ماما استوب وربنا بروحه قد تغني له صح؟ كاشي تهزها كذا وتغني أو كذا. نعم. كاشي بدأ يغني في بونت فينشأ الولد على سماع الغنى نصر عليه السلام فأبوائه وبدانه أو نصرانه وجساه وبونت يقول لا نسي غدا بديت بولدن أت بيسمع بو musik och sånt. Så det där profeten Salsen säger att vårt barn omvandlas till kristna eller judar eller majus som föräldrarna omvandlar till. Läken ha'ulā yusakkitu al-walad bi ashyā fiha ilm lugha arabiyya fusha yaqra ala al-qur'an yasma' al-sunnah yansha ala hal. Na'am. Fast de gjorde på ett annat sätt när de försökte tystna när barnet de barnet fick höra det fina språket. Så det var ett annat sätt att tysta ner barnet. Tusakitu kanat tusakit om Abdullah ibn Zubayr Allah anha tusakit Abdullah taqul anta takunu batalun nabilu hada wa huwa tifl taqul lahu anta takun batal hada wa huwa tifl turabbih ala hada على سماع كلام طيب. نعم. عبد الله بن زمير ماما نادخان غريت سو ماما تلونا ما دو
sa till honom, du kommer att bli en hjälte och en edelman. Så att liksom ristade in honom i honom där att han kommer bli hjälte när han blir vuxen. Vad är han? Innan النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أخذته حريم السعدية حتى يسترضع ويرضع في بني سعد. نعم. Och den som tog hand om Muhammad صلى الله عليه وسلم var حريم السعدية och det var de som tog hand om honom. ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب. يعني رأت أشياء في بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت ليس في صدرها في ثديها شيء. من الحليب مجرد أن وضعت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها در له الصدر عليه الصلاة والسلام. نعم. Och hon såg ju mycket märkliga saker där hon blev förvånad över. Men när hon tog hand om profeten sallallahu alaihi wasallam så hade hon ingen mjölk i bröstet. Men så fort hon omfamnade profeten sallallahu alaihi wasallam så började det ringa mjölk från hennes bröst. كانت تركب على أتان أنثى الحمار رحمكم الله. تركب عليه وهذا ضعيف عندما جاء إلى مكة كانت تتأخر وعندما رجعوا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أتان في أول الركب. نعم. دم رد بوين إن أصنع إن هو نرسو صم دم رد من تين مكة فلا تين فلا فلا صلى الله عليه وسلم أقدر أصنع وابد بلد slö och rocksam på vägen. Men när de tog profeten och red tillbaka så var det en helt annan åsna som var väldigt fort och väldigt aktiv och pigg alltså. Hatta sha darrat laban wa asbah hadha albayt fi baraka wa kan yaqul haula li Halima radhiyallahu anha akhadht mubaraka fa thiqi wa yusri an Allah yassir lak al-umur. Hadha walad mubarak. Na'am. Alayhi salatu wassalam. Alla insåg snabbt att det här var ett välsignat spädbarn. För att även de få som inte gick och mjölka efteråt. Så att det, liksom det märktes på allting att det blev välsignelse i precis allting i Halimas hus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbahum kull. Hatta kuffar Mekka kanu sammu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin alaihi salatu wassalam. Na'am. Alla som träffade profeten sallallahu alaihi wasallam älskade honom, även kuffar. Och så småningom så började han få ett rykte och han kallades väl sannsägaren och den trogna. Wa kana alaihi salatu wassalam yakbur wa yashab bisur'a. Na'am. Laysa ka baqiyat al-awla. Na'am. Att det här ryktet hade han pålitlig och så. Och sen att han växte upp väldigt fort alltså. Faba'ad sanatayn رجعت به حليمة رضي الله عنها إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وما أرادت أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصرت على أخذ مرة أخرى إلى بني سعد. نعم. Efter två år så kom Halima tillbaka och hon vägrade. Hon ville få tillbaka profeten صلى الله عليه وسلم och få honom tillbaka till Halimas hus. وحصل بعد هذا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء جبريل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلب النبي عليه الصلاة والسلام وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. نعم. وأخرج ما في هذا القلب من يعني الأمور التي يعني لا يمكن أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Och det här, efter det här då inträffade den här händelsen där ängel Gabriel alaihissalam kom ner och tog ut profetens hjärta och rengjorde det med zamzamvatten. Så att vissa saker, vissa liksom, saker som kan finnas i oss som människor ska inte finnas hos profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ska vara ren 100%. Och detta inträffade mellan Abba och Halima. فخافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعته إلى أمه. Halima blev rädd efter den här händelsen och hon lämnade tillbaka honom till hans man. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب. ثم بعد هذا مات الجد وماتت الأم وكان في كفالة عمه أبو طالب. نعم. Och farfaren tog hand om honom och sen mamman och när båda två dog så var det Abu Talib som började ta hand om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لخديجة رضي الله عنها عندما كان للنبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة لخديجة رضي الله عنها. نعم. إلى الشام. نعم. När profeten sa sen var 25 år gammal så behövde profeten göra affärer för Khadija och åkte till Sham för att göra affärer för Khadijas räkning. وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّامِ رَابِحًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذَا الْمَالِ الَّذِي يُتَاجِرُ بِهِ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَعِندَمَا رَأَتْ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذِهِ الْأَمَانَةَ وَالصِّدْقَ وَالْأَخْلَاقَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلبت أن تتزوج منه، وكانت خديجة رضي الله عنها ذات شرف، وكل من كان من أشراف مكة يتطلع للزواج من خديجة رضي الله عنها. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم kom tillbaka från Sham och gjorde en väldigt stor vinst och en väldigt bra affär för Khadijas räkning. När han kom tillbaka och gav alla dessa vinster så började Khadija älska dem, profeten Hassan Muhammad och hans pålitlighet och lojalitet och att han är så pass mycket trogen. Så därför ville hon gifta sig med profeten Hassan och alla andra män som fanns där, de ville också gifta sig med Khadija för att Khadija hade en väldigt hög status och liksom alla kände till. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكان له عليه الصلاة والسلام من العمر 25 سنة وكان لها من العمر 40 عام. فقد صلى الله عليه وسلم من خديجة إنها رشد في مجمع وخديجة رفستي أورجا. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنه. الله فقد سبون صلى الله عليه وسلم من خديجة. إلا إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من ماريا. نعم. فلوتهم إبراهيم صن فردس فرانك ماريا. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فردس بون صلى الله عليه وسلم. القاسم وبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى وقال له عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. نعم. فشت القاسم وكذي راسه فردس كالدس أبو القاسم. وعبد الله. عبد الله. نعم. هذا الثاني من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الرحمن. و إبراهيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم على اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. على اسم أبيه إبراهيم عليه لأنه هو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش والقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وكذا تريد فوي كان دو برنساسا جاب إبراهيم صنام تيل وكبرنساسا är barn till Abdullah och sen Abdul Muttalib och sen det Quraysh och Quraysh går tillbaka till Ismail och Ismail a.s. går tillbaka till Sayyidina Ibrahim a.s. Ruqayya, Zainab, Umm Kulthum och Fatim. Haula avlad al-Nabi s.a.w. Naam. Och Ruqayya, Umm Kulthum, Fatim och Kulman är Kulthum s.a.w. döttrar. Haula, kull avlad al-Nabi s.a.w. matu قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها والله. نعم. الله دس موسم ينمد دوق مدان رفض صلى الله عليه وسلم بيف فلوتن فاطمة صندوق سكس ما هذا رفض صلى الله عليه وسلم بيف. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ولم يتسرع عليها. Profeten s.a.w. gifte inte om sig med någon annan medan han var gift med Khadija. Och bashar Allah subhanahu wa ta'ala bebeytin fil jannah la sakhaba fihi wa la nasab liannaha lam tukhasim al-Nabi s.a.w. wa lam tut'ib fakan al-jaza' min jins al-amal. Och innan hon dog så Allah subhanahu wa ta'ala ledade Sayyida Khadija med att Allah fanns i en palats i paradiset där hon inte ser någon sjukdom eller någon medlidande eller inte blir ledsen. Så eftersom det var, hon får ju den belöningen som hon liksom förtjänar för det hon gjorde när hon var tillbaka till Sverige. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. Första kvinnan som trodde på profeten صلى الله عليه وسلم var Khadija. ونصرت هذا الدين بنفسها ومالها رضي الله عنها. Och hon kämpade för Islam med henne sig själv och med sin förmögenhet. بعد هذا بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها حصل أن مكة الكعبة بيت الله الحرام ها
هذا البيت حصل له شيء من أن جاءت بعض السيول والأجواء وكذلك، يعني هدم منه شيء، وأراد أهل مكة أن يعيدوا بناء هذا البيت. نعم. Och under den här tiden så inträffade ett antal gånger lite översvämningar och sånt där som orsakade att Mekka blev lite skadad och folk ville renovera och restaurera dessa skadegörelser. Lakin وهم على ما هم عليه الصلاه والسلام من الكفر قالوا لا يمكن ان ندخل في بناء هذا البيت في بيت الله شيء من الأموال المحرمة التي فيها ربا وكذا. نعم. من دم بيل دم سونس كله بيجا. ده هر ديالن سكله انت ها بلاندا إين pengar från ränta eller någonting som pengar som har kommit från dåliga affärer eller misstänksamma affärer. فجمعوا الأموال الحلال التي لديهم فوجدوا أن هذه الأموال لا تكفي لبناء الكعبة. مع أنهم كانوا أصحاب أموال رحلة الشتاء والصيف. نعم. دوم بلد سامل pengar och sen när de började räkna så insåg de att de pengarna de har samlat räcker inte för att fixa och bygga till hela huset trots att de var rika. فعندما أرادوا بناء البيت قسموا البناء على القبائل، كل قبيلة تبني جانب من الجوانب. نعم. Och varenda klan fick en andel de skulle betala för att bygga huset. وعندما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود اختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا. كل قبيلة تريد أن يكون لها هذا الشرف في وضع الحجر الأسود في مكانه. نعم. Och efter att byggnationen var färdig så började de slåss om vilken klan ska flytta på den svarta stenen. Så de höll på nästan liksom strida mot varandra för att de inte kom överens om vilken klan skulle flytta på svarta stenen. De kom överens om att den som kommer in först får avgöra vem skulle få bära stenen. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten det här tillfället och möjligheten och det blev han som kom in från dörren för att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom en status bland araberna. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع عليه الحجر وأمر كل قبيلة أن تأخذ من طرف من الأطراف ويرفعوه ثم وضع عليه الصلاة والسلام بيده في مكانه، هذا فيه شرف ومنقبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Och då sa profeten صلى الله عليه وسلم att han tog av sitt lager, sin kläder och sen han la det på marken och la stenen, svart stenen på den här. Så han sa, varje klan får dra en del av det här plagget och alla får bära fram så att alla har deltagit och varit med. Och sen profeten sa sallam, bar stenen och la det på sin plats. Thumma, عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام وكان عليه الصلاة والسلام يتحنث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الغار ينظر ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشارك قريش في هذه الأمور التي يصنعوها من الشرك وكان يخرج ويعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. När profeten Salsa fyllde 40 år så brukade profeten Salsa tillbringa en hel del i grottan och han deltog och inte medverkade i arabernas ritualer och deras dyrkan för de här statyerna utan profeten Salsa hade samma religion som Ibrahim alaihissalam hade. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له